أهلا بيكم وحلقة جديدة في توناليتي ستوديو. في عالم الموسيقى والألحان كل مقطوعة بيبقى ليها سكيل أو اللي احنا بنقول عليه مقام. المقام هو اللي دايما بيدي للمقطوعة ايدنتيتي، يعني لما تسمعها تقدر تقول إن المقطوعة دي من مصر أو تقول إن المقطوعة دي مثلا من تركيا أو المقطوعة دي من الهند. نفس الكلام كل مقطوعة أو كل معزوفة بيبقى ليها شكل إيقاعي. الإيقاع دايما هو لما تسمعه تقدر تقول إن ده برازيلي أو تقول إنه برضو مصري أو تقول إنه تركي. حلقتنا النهاردة عن الإيقاع، حلقة عزيزة جدا عليا مع حد عزيز جدا عليا، حد من أمهر عازف الإيقاع في مصر والوطن العربي. حلقة النهاردة مع الفنان محسن صوف. اهلا بيكم وحلقه جديده من توناليتي ستوديو. النهارده معانا عازف الايقاع الاستاذ الفنان الكبير من افضل عازفي الايقاع في الوطن العربي محسن الصواف. الله يخليك. اهلا بيك. حضرتك اشتركت مع الفرقه المسيه وعزفت مع محمد عبد الوهاب ومع نجات ومع ورده ومع كل العمالقه. حاجه جميله. حاجه جميله طبعا. طيب انا لقيت نفسي النهارده لان انا اصلا شخص بطبعي ايقاعي جدا، حتى لو هعمل جمله لحنيه بسيطه بتبقى جمله ايقاعيه. تمام. النهارده جايبين كوكتيل آلات ايقاعيه، طبله، بونجز، بونجز، دف دف، رق. ومعنا دي كمان تخبط عليها برضه. ممكن. في حاجه مهمه قوي انا ملاحظ ان احنا عموما اشكالنا الايقاعيه مؤخرا او يمكن في ال 20 سنه اللي فاتوا يمكن ليها تقريبا شكل واحد او على الاقل في مصر، يعني اللي هو بالزبط. الشكل المقسوم. فده اللي هو عامل ازاي مثلا؟ عشان ده بيرقص بالاخر يعني. ده الناس اتعودت عليه وده حبيته من ايام حميد الشاعري مثلا. بالظبط. بس في اشكال تانية كتير قوي وليها اسامي ومتوظفها بشكل كويس، يعني مثلا الوحده الكبيره مثلا. والوحده الكبيره دي بسرعتها يعني ممكن تبقى ابطا من كده كمان. زي يعني ممكن كده.
شغال على السرعتين. آه ممكن تبقى أسرع من كده كمان. طب وفي الظروفات؟ في الظروفات دون و... عامل شكله عامل إزاي؟ آه شكله وحقول لك هو يعني استعمل في لحن إيه يعني. أوكي. ده استعمله فنان كبير بليغ حمدي في الحب كل في الحب كل اه تم تم تتم تم تتم تتم تم تتم تلاقي الجمله نفسها متفصله على طب ما عادتش الاشكال دي بتتعمل ليه في الوقت المعاصر اللي احنا فيه بغض النظر ان المقسوم بيرقص يعني عشان ما فيش بليغ حمدي عشان ما فيش صح طب في اشكال تانية مش مصريه يعني اشكال تانية جايه لنا من بره اشكال مثلا تركيا مثلا في اقساق الاقساق ده 9-8 ده التايم سيجنتشر اه طب ما ده نسمعه على الرق كده مثلا بنسمعه على الرق مكسور برضه آه. ريت معرض عشان تسمع 9-8 اه يعني ما في ارتام كتير تلاقيها ريتم اعرض ده جاي ده في حاجات تانية اعرض في حاجه 13 تقريبا ما هو 13 ده اللي هو المحجر اللي استعمل في التتر بتاع هو الفكره بس ان ايه 9-8 وايه 13 وايه الكلام ده يعني هو الايقاع العادي مثلا بيبقى العادي بيبقى مثلا 4-4 اه اللي هو 1-2-3-4 تك 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 ده الشكل العادي يعني مثلا لو عملنا حاجه دلوقتي 4-4 عشان برضه الناس تبقى متخيله معانا تك 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 1-2-3-4 1-2-3-4 ده ايقاع ممسوك كده لكن مثلا في ايقاعات ثانيه مثلا بتبقى 3-4 زي الفالس مثلا بس هيبقى ممسوك برضه مش هتحسه مكسور اللي عامل ازاي مثلا يعني واحد اثنين ثلاثة 1-2-3 في حاجات تانية بقى بتبقى مكسورة شوية 7-8 يعني السبعة مثلا السبعة تحس ان مزورة 3-4 ومزورة 4-4 فده تحس ان هو ايه واحد ماشي عامل كده في حاجة مكسورة بس حلوة لو توظف لها الحاجة الحلوة في الإيقاعات بخلاف بقية الآلات أنا بعتبر إن بقية الآلات دايماً كلها هي رؤية الموزع أو رؤية المؤلف الموسيقي بس هو الإيقاعات بالذات بيبقى ليها رؤية في الملحن طبعاً يعني إحنا ممكن نقول إيه أنا مثلاً لو أنا بوزع أغنية أنا ممكن يجي لي لحن عادي وأنا أقول أنا هحط هنا كلارينات وهعمل هنا جيتار وبعدين في الآخر تلعب كمانجات ده ممكن تبقى كرؤية موزع لكن لو أنا بلحن أو حد بيلحن ممكن يبقى هو من الأول ملحن على شكل إيقاعي معين بالظبط فعشان كده حتى ويصر عليه ده بيخلي حتى الايقاع نفسه حتى كآلة مختلفه في التنفيذ عن بقيه الالات الثانيه اللي هي ايا كانت الكمانجات الجيتارات يعني حضرتك اعمل في التوزيع الموسيقي زي ما انت عايز لكن لما تيجي في الريتم لازم انت برضو كملحن يبقى عندك الشخصيه اللي تقول لي كعازف ايقاع اعمل لي الايقاع ده انا عايز مثلا ايقاع كذا او انت عامل ايقاع مؤلف ايقاع واخد بالك ازاي لو عامل توليفه عامل كده شكل عامل توليفه مثلا يعني زي مثلا اما برضو بليغ حمدي لانه بليغ حمدي كان ملك الايقاعات يعني اما عمل في الاغنيه بتاعت عبد الحليم حافظ هقول لك الشكل بتاعها حاول تفتكرني عمل الجزء ده طب احنا ممكن نركب على الشكل ده صعب لذلك لما عمله دون خلاه يتقال الاول يتقال جيتار تن 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 تارارارام تن 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 تيم تارارارارام تاتيرام كله ماشي على الريتم ده وبعدين بعد كده راح داخل
ده واحدة كبيرة بقى ومصمودة. أنا سامع أصلا أنت بتغني كمان، أنت دلوقتي بتدندن معايا في القعدة بس أنت بتغني. كانوا بيخلوك تغني في البروفات على طول. يعني مين عمل كده؟ مين عمل وردة؟ كده؟ يعني لا ما غنيتش يعني ما أقدرش أغني وردة موجودة. هي ممكن تكون مثلا إيه المطرب ناسي كلمة من اللحن مثلا وبتاع، فأنا ببقى فاكرها. انت بتبقى فاكر اللحن وفاكر الكلام بتاع الاغاني، الكلام بتاعه كمان. يعني المطرب نفسه ممكن يسقط وينسى بس ممكن. انت فاكر كلمات الاغاني. لان من كتر الواحد ما بيسمع، يعني من كتر السمع، ودي حاجه على فكره يعني بتميز عازف الايقاع، ان هو حافظ اللي بيتقال ايه. مش ان انا عمال اقول مقسوم وخلاص كده، او عمال بقول ملفوف وخلاص، مش آلة شغاله يعني. لا، لان دي بتدي إحساس للعازف نفسه، حتى الإحساس اللي بينه وبين المطرب. يعني مش شرط المطرب يقعد يعمل بإيده كده، لا، العازف الإيقاع لا، ده هو أنا ببقى قاري اللي حيطلع منه. يعني وصل إن أنا حافظ بقى الأغنية تماما جدا بكلماتها، فعارف إن الكلمة دي باللحن اللي هو قاله ده دي هتمشيني على طول. مش هيعيد، هو مش هيعيد تاني خلاص، إلا إن هو بقى يشاور بإيده أو يقول فجأة كده هو، بس أنا برضو كل الكلام ده أنا بقى قاريه منه، من نظرته. ومن كتر الشغل طبعاً. معاه خلاص الواحد بيبقى. طب تعالى نسمع شكل إيقاعي تاني كده مثلاً على الطبلة، ممكن مثلاً الملفوف. ممكن. ولما نيجي نقول الملفوف على الطبلة لو في بونجز جنب منه يقول حاجة تاني، ولا يقولش نفس الشكل ده، ما يقولش نفس. يعني بقى ثلاثة قاعدين ما نقولش كلنا ملفوف. الرئة هيقول الجراتشا، والجراتشا ده رتم يعني لاتن واخد بالك، عشان يبقى فيه شكل. والبونجز هيقول الجراتشا، بس كل آلة منهم ليها صوت مختلف. يعني الملفوف هيتقال كده، هيتقال على الطبلة كده، هيتقال على الرق كده، ده معايا في نفس الوقت في نفس التركيبة، في نفس التركيبة. يعني تعال من البونجوس، تعال نجربها بالبونجوس، نجربها بالبونجوس بعد إذنك. لما الطبلة تقول الملفوف البونجوس مش هينفع يقول، مش هينفع، لازم يقول. طب أجرب أجرب أقول معاك في نفس الوقت. كنت تعمل إزاي؟ قول ملفوف بقى. أيوة، خليك زي ما انت، قول برضه زي ما انت. انا لقيت نفسي. احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل. اتفضل. نروح فاصل ونرجع على طول. رجعنا من الفاصل ولسه مع أستاذنا والفنان الكبير عازف الإيقاع محسن الصواف. الله يخليك. ده تكريم لحضرتك في الدورة الأخرانية من مهرجان الموسيقى العربية. مهرجان الموسيقى العربية. ده عن 15 سنة في الفرقة المسيحية و25 سنة في فرقة الأوبرا. في دار الأوبرا. ما شاء الله، عمر. حضرتك أصلاً بتعزف إيقاع بقالك قد إيه مثلاً؟ حوالي 42 سنة. يعني حضرتك عصرت عماد عبد الوهاب، عصرت مع حمد عبد الوهاب في الاخر يعني. سجلت معاه اخر سجلت اغنيه، اللي هي من غير ليه، وسجلت معاه برضو مع الفرقه المسيه اغنيه اسالك الرحيل بتاعت نجاة الصغيره. وكنت مسجل برضو اغنيه مع ورده، اغنيه بتونس بيك. بتونس بيك. ده انا بالنسبه لي الاغنيه دي يعني لحن وايقاع عظيم. هي بالنسبه لنا كلنا لان اللحن دون لحن الاستاذ صلاح الشرنوبي. اللحن ده عمل نقله كبيره، عمل ثورة. جدا ثوره. يعني احنا كنا، تخيل مثلا حضرتك، احنا في استراليا لفينا العالم كله عشان بتونس بيك. يعني كنا بمجرد ما نقعد نقول الفرقه تقول تلاقي مثلا 30-40 ألف واحد بيصرخوا طبعا. وكانت لحن نقلة، كانت كبيرة جدا يعني بالنسبة للفنانة وردة
رحمة الله. طب كان في بقى موقف ظريف أو كوميدي كده كان حصل والله الموقف في حفلة من الحفلات أنا عارف. يعني كنا مرة في تونس. كان في تونس. كان في تونس كنت مع أستاذ محمد رشدي الله يرحمه. يعني رايحين ناحية حفلة بتاعت رأس السنة. حاجة عادية خالص. حاجة عادية. مش هشوف رايحين نعزف. كلمني ويلا نروح، قلت له تعالى نروح. خدنا بعضنا وروحنا. قعدنا عملنا بروفة عادية. وتاني يوم البروفة الجنرال وبعديها بيوم الحفلة. فاحنا قاعدين كل حاجة ماشية بشكل منطقي عادي مفيش أي مفاجآت. جابوا كاميرا وقالوا لنا معلش هناخد بس يا أستاذ رشدي هناخد جزء كده إيه من البروفة. حاضر ماشي. المفروض بعد البروفة دي يعني هنروح نتعشى في المطعم عشان نلحق العشاء قبل ما إيه ما المطعم يقف. طب قعدنا جه وقول هنقول أغنية إيه اللي عملناها امبارح يا أستاذ. طيب أنا كنت أنا وفي القانون أستاذ مصطفى عبد الحميد أبو أستاذ محمد مصطفى عبد الحميد الموزع الموسيقي. أنت ابنك برضو عازف قانون عالمي الله يخليك. عمرو صواف ده عامل علامات. ومحمد ده بيعزف كمانجا برضو. يعني أنا ما درستش مزيكا بس يعني ربنا قدرني أن أنا هم يكملوا المشوار الدراسة بقى كدراسة يعني. مهم قعدنا عملنا البروفة بدأنا نعمل البروفة فهيقول أغنية إيه سافر حبيبي. دي بتبتدي مزيكا الأول وبعدين تن 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 سافر حبيبي تن تن تن. وانتوا عاملين بروفة والدنيا تمام ومفيش أي مفاجآت برضو. بدأوا العازفين يلخبطوا في العزف. يعني إيه بنقول تن 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 سافر حبيبي تن تن تن. فيضطر هو يدخل في سكة تانية خالص. فالراجل قال إيه ده يا أخوانا؟ إحنا عاملين بروفة امبارح. هو في ايه؟ يقولوا له معلش معلش يعني نجرب تاني. نجرب تاني. يجرب تاني يروح عازف تاني ما يخيش. ما يخيش برضه زي ما احنا بنقول كده يعني بالدارج بتاعنا كده يخيش. فاستاذ رشدي قال لي ايه ده يا عم محسن ده؟ احنا مش عملنا بروفه امبارح؟ قلت له تمام. قال لي طب امال ايه اللي حصل؟ طب يلا يا اساتذه معلش. الراجل صاحب الشغل قاعد فراح نادي كده قال يا استاذ رشدي مين اللي بيخربط؟ قال له الأورج بيخربل. مين بيعك يعني؟ قال له الأورج بس هو يعني ناسي بس وبتاع مش عايز يقول له ان هو اللي مبوظ الشغل يعني. فقال له عازف الأورج. قال له عازف الأورج يلا امشي طلعوه بره. اي حد بيخربل بنطلعه بره. قال له طلعوه بره يلا. قال له ليه يطلع بره ليه؟ قال له ده بيخربط في الشغل يلا. عيطوا على البواب. على الشيف. شيف ايه اللي عيطوا يعني اندهوله. ندهوا للشيف جاي ولابس البرنيطة التص ده بتاع الشيف دوت وجي دخل وراح قاعد على الأورج. بي بي بي. قال له انت عزفت أورج قبل كده؟ قال له مرة بركة في فرح أختي أنا عزفت مرة. طب انت هتعزف كده زي؟ قلت له طب اقلع البتاع دوت. اقلع البتاع دماغك. اللي على دماغك دي يعني انت قاعد لابس بتاع بيضة كده مش مشكلة بقى. فالراجل المخرج قال له لا احنا مش هنبينه مش هنبينه يعني هنخليه على الكاميرا عليكم انتوا. هو طبعا هيتجنن ومش فاهم ايه الخربله اللي بتحصل دي. ايه اللي بيحصل دوت؟ وبعدين قعدنا كده فالمذيعه جت بقى بتقول له يعني انت استاذ رشدي انت احسنت جدا انت ليه ما رضيتش ان الراجل ده يمشي؟ قال لها يمشي ليه يعني حرام يعني هو عمل بروفه امبارح وكان كويس فالنهارده. قالت له لا لانك انت يعني فنان محترم وبتقدر الفنانين انت عارف البرنامج اللي احنا فيه ده ايه؟ قال لها اسمه نجوم. انت قلت له اسمه نجوم؟ قالت له لا ده دي الكاميرا الخفيه. لا معلش ده انت تضحك عليك طلعت يضحك عليك وانت تامرت معاهم في الموضوع ده. لا يعني انا والموسيقيين اللي هم كنا من مصر هنا ما نعرفش حاجه. اللي قاعدين بقى التوانسه اللي قاعدين التوانسه هناك كانوا هم اللي بقى اللي عارفين الموضوع وحبكوا الموضوع تماما يعني لدرجه ان استاذ رشدي الله يرحمه وقع. لا والحاجات دي يعني مع الناس البروفيشنال اللي بيعملوا بروفات اللي عندهم حفله ما فيش يعني حفلة ده حاجه يعني عندنا حفله بكره والبروفه بايظه. والبروفه طب باظت البروفه لحد ما استاذ رشدي قال لي ما فيش عشاء بقى النهارده. قال لي النهارده ما فيش عشاء. طب حس ان احنا في تونس في ايقاعات تانية جت من المنطقه مثلا من تونس من المغرب في ايقاعات مغربيه مثلا في يعني في زي ايه مثلا زي الثلاثه اربعه هو ليه شكل كده عندهم يعني احنا بالنسبه لنا الثلاثه اربعه ده اللي هو الفالس يعني جه بقى من التركيبه دي بيعملوه عندهم
انا عارف ان انا عارف دلوقتي ان الايقاعات الخليجي بصفه عامه هي صعب ان احنا نترجمها دلوقتي، لان هي بيبقى ليها بتبقى عايزه كومبو عدد كبير. آه. عايزه عدد. مثلا ممكن عدد ممكن يوصلوا ل 10 صح. وكل واحد بيلعب كل حاجه، كل واحد بيقول حاجه. بس في الاخر ايه مثلا الاشكال الاساسيه؟ مثلا في مثلا الرومبا مثلا. في الرومبا، هم يسموها الرومبا المقلوبه. ممكن نجربها. طب ده عالم، الايقاع ده عالم، احنا ممكن نقعد نجرب اشكال فور ايفر. امال لان كل بلد ليها الايقاع بتاعها زي اللغه بالظبط. يعني ممكن واحد اللي بيتكلم انجليزي في امريكا ده غير اللي بيتكلم انجليزي في انجلترا. بالظبط. لذلك المقسوم اللي عندنا احنا برضو ده غير المقسوم اللي بيتقال في الخليج. يعني في ناس كثيره بالنسبه لهم مثلا في مصر يقول لك ده ايقاع خليجي، بس اللي بيشتغل ايقاعات خليجي يبقى عارف ان ده كويتي، يبقى عارف ان ده اماراتي. بالظبط. يبقى عارف ان ده بالزبط. سعودي. بالظبط. لكن بالنسبه للمستمع العادي هو ده ايقاع خليجي في المطلق. ايوه. يعني مثلا الرومبا المقلوبه. ده شكل من الاشكال، وده شكل منتشر جدا. وفي العدني. 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 اللي هو احنا يعني ايه، اللي هو مثلا في اغنيه ابعاد بتاعت الفنان محمد عبده. ده يتقال معاه حاجات تانية، يتقال مثلا معاه دف مثلا. كل الالات بتقول، بس الاساس بتاعه. طب والدف مثلا لو معاه يقول ايه؟ الدفوف بقى. وفي ال طب وريني اجرب اعمل ده. اتفضل. يعني اما ربنا يستر. لا انت خلاص بقيت خلاص تمام كده، خدت الدرس كده. مش ملفوف. مش ملفوف. بوم بوم تق بوم بوم. ايوه ايوه بوم. ده بيقول شكله، وده بيقول شكله، بيقول حاجه تانية. بالظبط. بيقول حاجه تانية. وممكن يبقى معاها مثلا سقفه، ويبقى معاها في تركيبه، يعني تركيبه من الالات. يعني السقفه دي بتيجي في رتم اسمه الصوت. اللي غنى عليه عبد الحليم يا هالي. يا هالي يا هالي يكفي ملالي. يعني عبد الحليم اصلا كان عامل حاجه على ايقاع الصوت ده، غناها في لان غناها في الكويت. اتغنت في الكويت، وهي ملحن كويتي اللي عملها. طب في قاع كان صعب قوي، جمله كبيره كده المحجر. ده اللي اتقال عليه التتر بتاع الله يرحمه الشيخ الشعراوي. كان بيتقال كده. السكتات دي على فكره محسوبه. يعني في اي رتم السكته دي بتبقى محسوبه. ما هو السكته دي على فكره حتى موزارت كان قال لك ايه، the music is not in the notes, it's in the silence in between. يعني هو فكره السكوت ما بين النوته والنوته هي دي الموسيقى. الناس كانت متخيله لا، الموسيقى هي النوت، هو الموضوع مش في والسكته تقرا. يعني لو موجود سكته في قلب النوته الموسيقيه تقرا. تقرا بالنسبه للعازفين. يعني وبالنسبة للإيقاع تتسكت طبعا، اسمها سكتة. اسمها سكتة ليه؟ ومع مع اللحن كده كان بتقول ايه؟ صعوبة التفعيلة بتاعته دي. طبعا انا مش لاحق اعد. هو 13. طب قبل ما نختم، حضرتك ما قلتليش ايه دي؟ دي شهادة التقدير اللي بتتقدم مع الدرع دون من
دار الأوبرا الماضي عليها دكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة الأوبرا. دي كانت رئيسة الأوبرا، وبالمناسبة نبارك لها إنها بقت وزيرة الثقافة ألف مبروك المصرية. مبروك ليها طبعا، ولو إنها متأخرة شوية. وكان الكاتب الصحفي الأستاذ حلمي النمنم كان هو وزير الثقافة، وكان للأسف يعني مش أنا اللي استلمت الدرع ده، هو اللي استلمه عمرو ابني، لأن أنا كنت مسافر ساعتها واعتذرت يعني، قلت لهم إن أنا مش هبقى موجود. قالوا لي ماشي يعني ممكن ابنك يجي بما إنه في الأوبرا هو كمان فيجي نعزف في الأوبرا. أنا بشكر حضرتك جدا النهاردة. الله يخليك. أنا من أكتر الحلقات اللي اتبسطت فيها. الله يخليك. أنا سعيد إن أنا كنت معاك النهاردة. وأنا أسعد. الله يخليك. طب إحنا بقى نقوم نلعب حاجة مع بعض، غير إن أنا جربت معاك طبلة، نلعب حاجة مع البيانو والفرقة يلا بينا نلعب توبة مثلا. التوبة وحاجات تاني. طيب هنختم ونتحرك. تمام. شكرا جدا، واستنوني في حلقة جديدة من توناليتي ستوديو مع ضيف موسيقي عملاق من الوطن العربي في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. أشوفكم على خير. أشكرك. أشكرك على حركتك. الله يخليك.